للمزيد من المتابعة ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر. برحب بحضرتك معنا، أهلا وسهلا بيك، ونتكلم عن اتحاد عمال مصر في البداية وما يرجوه خلال الفترة المقبلة. احنا خلال الفترة المقبلة بنحاول ان احنا يعني نوعي عمالنا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لان احنا بنعتبر ان المشاركة في الانتخابات هي عنوان الدولة، عنوانها في مسألة الوعي، عنوانها في مسألة الثقافة، عنوانها في مسألة المشاركة نفسها او قدرتها على المشاركة في السياسية خلال المرحلة اللي جاية. احنا بنحاول نجهز عمالنا ان هم يبقى ليهم دور بالإضافة للعمل النقابي، يبقى ليهم دور سياسي خلال المرحلة اللي جاية. وعشان يبقى ليه دور سياسي لازم يعرف أهمية الانتخابات وأهمية المشاركة في الانتخابات، وإزاي يدي صوته، وإزاي يختار، وإزاي يقرر. كل ده مهم بالنسبة لنا خلال المرحلة اللي جاية. فإحنا لينا هدف إن إحنا يبقى المشاركة بالنسبة لنا هي عنوان مهم للتنظيم النقابي، على أساس إن كل واحد برضو يهمه استقرار دولته. ليه؟ لأن الاستقرار هو اللي بيجيب الاستثمار، والاستثمار هو اللي بيدي العمال فلوس، لأنه بيوفر فرص عمل وبيقلل فاتورة الاستيراد، وكل ده يصب في مصلحته. فإحنا دعاة استقرار كعمال، عشان كده لابد إن يكون لنا دور في المشاركة الانتخابية بشكل جيد، على اعتبار إن ده في النهاية هيصب في مصلحتنا. نعم، إزاي بتتم هذه التوعية؟ حضرتك اتكلمت عن توعية عمال مصر بمختلف فئاتهم ويعني أطيافهم، كلمنا عن هذه الأنشطة اللي بتتم لتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات. ده بيتم من خلال الندوات، من خلال الزيارات، من خلال المؤتمرات، وإحنا إن شاء الله كمان عندنا مؤتمر بكرة عمالي حاشد حوالين يعني برضو نوع من أنواع التوعية. بنحاول ان احنا نتواصل مع العمال في اماكن عملهم، بنحاول نرتب ترتيباتنا كمان لحتى اليوم الانتخابات، ازاي الناس تطلع بما لا يضر بالانتاج، وازاي نسهل للناس الخروج، وازاي نقول لهم اللجان اللي انتم مشاركين فيها فين، ورقمك كم في اللجنة، وكمان حتى اللجان اللي هو بلده بعيد او صوته في بلده ازاي نوفر له ان هو يشارك في اللجان اللي تسمح له بده. نعم. وبالتالي العملية الانتخابية كلها محل اهتمام من اتحاد العمال. العملية الانتخابية كلها بنحاول ان احنا نفهم ونشرح ونيسر، وعاملين خريطة من هنا ليوم الانتخابات لما بعد التصويت كمان. طيب، إذا تكلمنا عن ردود الفعل بما أنه في لقاءات مباشرة مع العمال بتستمعوا ليهم، بتستمعوا لي يعني رؤيتهم عن الانتخابات حتى مشاكلهم، كلمنا عن ردود الفعل لدى العمال في هذه الفترة. شوف، لما بروح مكان بنلاقي الناس يعني متجاوبة بشكل كبير جدا. الناس عارفة، شايفة اللي بيحصل حواليها، حاسة بموضوع موقف مصر من قضية غزة، وشايفة ازاي ان الدولة المصرية خلال المرحلة دي لها موقف ثابت وواضح من القضية، وازاي بتحاول تسند القضية الفلسطينية، وازاي في كل المحافل موقفها لا يتغير، وخاصة ان الدولة المصرية اعلنت منذ البداية ان هي ضد القضاء على القضية الفلسطينية، أو محاولة التخلص من القضية الفلسطينية بتهجير الإخوة في غزة إلى مصر. إحنا موقفنا ثابت كدولة، وده بصراحة مخلي الناس عندها حالة ارتياح تجاه قرار الدولة المصرية. وعارفين الناس العمال، لأنك العمال أكثر وعيا، عارفين ما يحاك ضد مصر، وإزاي إن هم عايزين يحققوا الفكرة القديمة اللي هي بتاع الشرق الأوسط الجديد. نعم. وإزاي، وكل ده هو بين العمال بيتكلموا فيه وبيشرحوه وبيقولوه. عشان كده هتلاقي يمكن العمال في الصفوف الأولى في مسألة الانتخابات، لأن هم عايزين يعني إيه برضو مصلحة دولتهم. العامل طول عمره يعني إيه بينحاز للوطن وبينحاز للدولة وبينحاز للاستقرار. العامل مش ما يهموه يعني ما يهموش سوى ان هو ان الدولة بتاعته تبقى يعني الامور السياسية فيها كويسة، الامور الاقتصادية كويسة، لان برضو استقرار سياسي هيجيب استقرار اقتصادي. فهم هتلاقيهم حريصين خلال المرحلة دي بالذات ان هم يبقى ليهم صوت، وان هم يروحوا الصندوق عشان خاطر استقرار هذه الدولة
بما يحاك عشان لهم. والله كان لسه حد بيكلمني من كام يوم يقول لي تصوتنا في الانتخابات هيقول للغرب لا، ده رد على الغرب. موقفنا الثابت من الدولة المصرية ده بيقوي الدولة في انها تقف وتواجه كل ما يحاك ضدها خلال المرحلة اللي فاتت وفيما هو قادم ايضا يعني. عشان كده العمال هتلاقيهم مشاركين بقوة في الانتخابات وهيبقى ليهم وجود وهتلاقيهم في الصف الاولى ان شاء الله، وبنتابع ده بالتأكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.